أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي الحكمة من استقبال النصارى للمشرق واستقبال اليهود للمغرب؟ اليهود ما يستقبلون المغرب، يستقبلون الصخرة، والنصارى يستقبلون المشرق، ما هم من دين وماذا، لكن بولس اليهودي الذي ادعى أنه نصراني وهو يريد يخرب دين النصارى، من جملة ما أدخل في النصرانية عبادة الصليب واستقبال المشرق. يقول: لأن المشرق مطلع الأنوار، مطلع الأنوار، الشمس والقمر والنجوم، من الوثنية، هذا من الوثنية، من عبادة النجوم. نعم.